بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكمل وضع دروس مادة التاريخ ومع المقطع الأخير والمقطع الثالث التاريخ العام وهذه المرة إن شاء الله مع الوضعية التعلمية الثانية التي تحمل عنوان أثر الحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية أي كيف أثرت الحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية أو كيف ساهمت هذه الحضارة في قيام النهضة الأوروبية في البدايه نتكلم على منافذ تاثير الحضاره الاسلاميه في النهضه الاوروبيه. المنافذ هي الطرق والكيفيات والجسور التي منها انتقلت او اثرت الحضاره الاسلاميه في النهضه الاوروبيه. وهنا على التلميذ ان يفصل بين منافذ تاثير الحضاره الاسلاميه ومجالات تاثير الحضاره الاسلاميه. فقد لاحظنا في السنوات الفارطة خلال الامتحانات تتداخل على التلميذ ولا يستطيع التفريق بين المنافذ والمجالات، فالمنافذ هي الطرق والكيفيات، والمجالات هي محتوى هذه التأثيرات للحضارة الإسلامية. إذا نبدأ بالمنافذ وأول هذه المنافذ هو الاحتكاك بالمسلمين وذلك عن طريق الحروب الصليبية والفتوحات الإسلامية والتجارة والمناطق المفتوحة مثل جزيرة صقلية التي فتحها المسلمون سنة 965 ميلادي والأندلس التي فتحت سنة 711 ميلادية. والملاحظ هنا أن الحروب عادة ما تكون لها عواقب ونتائج وخيمة. لكن هذا لا يعني ان لها بعض الايجابيات فاحتكاك الاوروبيين بالمسلمين في الحروب جعلهم ياخذوا وينهلوا من حضاره المسلمين كذلك الجامعات والمدارس الاسلاميه فقد انتقل الكثير من الطلبه المسيحيين من ابرزهم ليوناردو دافينشي الرسام الايطالي صاحب لوحه الموناليزا انتقلوا الى مراكز العلم الاسلاميه لطلب العلم ودراسة الطب والفلسفة والرياضيات وغيرها من العلوم الأخرى المختلفة التي نبغ فيها المسلمون واشتهروا بها، أيضا الرحلات فقد انتقل العديد من الرحالة المسلمين إلى أوروبا وأسهموا في تعزيز علاقات التعاون بين الأوروبيين والمسلمين، ثانيا مجالات تأثير الحضارة الإسلامية نذكر منها حركة الترجمة فقد أقبل الإسبان. على الكتب العربية وقاموا بالترجمة إلى اللاتينية وكانت الأندلس في ذلك الوقت المركز الرئيسي لهذه الترجمة بحيث احتوت خزانة قرطبة على ما يزيد من 400 ألف كتاب وقد طبعت العديد من الكتب والقصص مثل قصص ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية والإنجليزية ومعلوم أن عند بداية قيام النهضة الأوروبية نشطت حركة الترجمة لأن الأوروبيين كانوا يحتاجون إلى العلوم والمعارف، كذلك الاستفادة من المنجزات الحضارية، فاستفادت صقلية من مظاهر الحضارة الإسلامية، وقد بنى فيها المسلمون المساجد والقصور والحمامات والمستشفيات والأسواق والقلاع، وهذه الفترة التي تطور فيها المسلمون، كانت أوروبا قبل عصر النهضة تعيش فترة ظلام وتخلف، وقد نشر فيها المسلمون أيضا صناعة الورق والحرير والسفن استغلها الحكام الاوروبيون في نظامهم الاداري والعسكري وغيره من ابرزهم روجر الاول الذي سك على احد وجهي النقود كتابات عربيه كما استعان روجر الثاني بالعلماء المسلمين ومنهم العالم الجغرافي محمد الادريسي في رسم خريطه العالم واقتبسوا الكثير من علوم العرب وفلسفتهم ايضا من مجالات تاثير الحضاره الاسلاميه التاثر بالمسلمين وقد أدى احتكاك الأوروبيين بالمسلمين إلى تأثرهم بعادات وتقاليد المسلمين وحياتهم كاللباس والطعام والزواج فتعلموا بعض الصناعات العربية مثل صناعة الورق والصابون والخزف والزجاج والأصباغ والحلي كما تأثروا بعماراتهم وفنونهم العسكرية وصناعتهم وتجارتهم وثقافتهم ونقلوا عنهم نباتات سموها بأسمائها العربية كالسكر والأرز والقطن والسمسم. واستعملوا العمله الاسلاميه واخذت لغاتهم الكثير من المفردات العربيه. وقد تاثر هؤلاء الاوروبيون بالعرب المسلمين واطلق عليهم تسميه المستعربين. كذلك ظهر المستشرقون الاوروبيون الذين درسوا العلوم والاداب العربيه ولعل من اهم المستشرقين الذين ظهروا في القرن العشرين المستشرقه الالمانيه زيغريد هونكا صاحبة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب سنه 1960 وهو كتاب مهم يشرح اثر الحضاره العربيه الاسلاميه ومساهمتها في قيام النهضه الاوروبيه ننتقل الى ادماج جزئي اولا اذكر كيف انتقل تاثير الحضاره الاسلاميه الى اوروبا اذا انتقال الثقافة الإسلامية إلى أوروبا كان عبر بلاد الأندلس وجزيرة صقلية جنوب إيطاليا وعبر العروب الصليبية كما درسناه سالفا في بداية الدرس، ثانيا بين دور الحركة العلمية الإسلامية ومساهمتها في قيام النهضة الأوروبية، إذا كيف ساهمت الحركة العلمية الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية؟ نستطيع القول أنه أقام الأوروبيون بترجمة كتب علماء المسلمين من العربية إلى اللاتينية والعبرية مثل كتب ابن رشد وابن سينا وأبو بكر الرازي ومحمد الإدريسي عن طريق المستعربين وهم جماعة تعلموا اللغة العربية ودرسوا علوم المسلمين وقلدوهم في عاداتهم وأسلوب معيشتهم. اذن هناك المستعربون الاوروبيون الذين قلدوا العرب المسلمين في كل نمط حياتهم وهناك المستشرقون الذين تعلموا اللغه العربيه وترجموا الكتب العربيه الاسلاميه الى لغاتهم الاوروبيه المختلفه كذلك توجه الطلاب الاوروبيين الى الجامعات الاسلاميه والمدارس بمدن الاندلس كمدينه قرطبه وجزيره صقليه فهؤلاء الطلاب يتعلمون ويدرسون في المدارس الاسلاميه ثم ينتقلون الى دولهم الاوروبيه ويعلمون الطلبه في اوروبا. وهنا يجب ان نذكر ان النهضه الاوروبيه ايضا من اسباب قيامها احياؤها للعلوم القديمه لاوروبا وكانت مساهمه الحضاره الاسلاميه مساهمه فاعله في قيام النهضه الاوروبيه. يمكن تلخيص الدرس في نقاط منها ان منافذ وجسور تاثير الحضاره الاسلاميه في قيام النهضه الاوروبيه عديده منها احتكاك الاوروبيون بالمسلمين ودور الجامعات والمدارس الاسلاميه في تكوين الطلبه الاوروبيون الى جانب رحلات العلماء المسلمين الى اوروبا ونقل معالمهم ومعارفهم اما بالنسبه لمجالات تاثير الحضاره الاسلاميه في قيام النهضه الاوروبيه نذكر منها حركه الترجمه التي شملت العديد من علوم المسلمين وترجمتها الى اللغات الاوروبيه اضافه الى استفاده الاوروبيين من المنجزات الحضاريه التي تركها المسلمون في صقليه والاندلس بعد سقوطها وكذلك تاثر الاوروبيون بالمسلمين والاخذ من حضارتهم. وفي الأخير نتمنى النجاح للتلاميذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته